التنزيل النهارده ده في منتهى الاهميه، يعني فعلا من اولويات اذا ما كانش اول حاجه في الشغل فعلا في المحافظه، لان يعني شغل بدون نظافه ما ينفعش يعني بالعكس كده. احنا عندنا يمكن انا وانا بتكلم في المكتب احنا عندنا طبعا بعض الايجابيات لازم نتكلم بشكل كامله، لازم هم هيشوفوا على الطبيعه كل حاجه عشان نعالج، لو خبينا حاجه وقلنا ما انا اعرف نعالج المشاكل العقليه.